ست أميرة! يا ست أميرة! شوفي شوفي! نور! لك وينك يا بنت الحلال؟ ما كنت بوعي. شو ما كان صاير معك لازم تجي لعندي أول شيء. معروف هون؟ طلعي 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 يلا. فوتي حبيبتي وهدي لي حالك، هلا بنحكي بكل شيء بالتفصيل. مرحبا نور. اهلين 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 اخي. شو باي؟ خجلت منك مو حاطه على راسها. وشو بدها تحط على راسها؟ هلا وقت زرافتك انت حل عني. خاطرك. على فكره ما اتيس منك غير هذا الغبي اخوك. هذا الغبي؟ وشو عامل هذا الغبي اخي؟ استثنيت حالك قال يعني. لك يا غبي منك إلو، الله بعت لكم بنات ما بتحلموا فيهم بعمركم، بس انت ويا اغشم من بعض شو ساوي؟ يعني شو هالقصه العظيمه تبع هذا البطيخ سامر؟ ما بعدها هي حبست حالها سنين وما بدها شيء من هالدنيا كلها غير انها تستناك وتشوفك، على قد ما انا فتحه وذكيه ونبيها، وبعد هاد كله بتجي حضرتك وبتكسر لها قلبها بهي البساطه. والاضرب من هيك انك حاسب حالك مثقف وتقدمي يا بعدي. يا لطيف، إيه لو كاتبتيهم ما بيطلعوا معك هيك، إيه شو ها؟ عم بحكي عن جد جمال، هيلين ما بتستاهل الشيء اللي عم تعملوا فيها، بتعرف إنه صار لها يومين ما أنا نايمة، وكل شوي بتحاكيني وعلى بكي وبكي. لك أنا بس بدي أفهم شغلة، البنات ببلدنا ليش بيرخصوا بحالهم بهي الطريقة؟ ليش؟ ما عم بفهم، خلص. يا غبية بالناقص منه منك لإلها، والهي الثانية اللي جوا بعد شوي بتعمل لأخوك معروف تمثال، خلاص فهمنا، عرفت ليش الرجال عم يتحكموا. لا خلص خلص، شو بان على الراديو؟ شو صار لك؟ خليني روح وبعدين برجع بنحكي هذا الحوار والبهادل. العمى لو ضليت بالسجن ارحم. شو ها؟ يلا معك سيد مثقف. اخ منك إلو. حبيتها كثير، بس بصراحة بابا ما حبها، قال ما بصير فيروز تنزل لها مستوى. لا شو تنزل، بالعكس زياد قدمها بطريقة كثير حلوة. بتعرفي أول مرة سمعتها حسيتها معمولة إلها.